السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يا رب السعاده والهنا والرزق والتفاؤل والفرحه الجميله تكون من اجل مواليد برج الثور. الفتره اللي جايه باذن الله هيكون عنده تقدم في الحياه وعنده نصيب حلو جدا من حظه وعنده امور عكس ما هو يتوقع بفضل ربنا سبحانه الله تعالى. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. من خلال الفيديو ده هتطلعوا منه مستفادين حاجات كتيره جدا. هتقول دعاء مع بعض: اللهم ارزقني خير الايام القادمه، واكتب لي نصيبي يسعد قلبي ويريحني ويهديني، وحقق لي ما اتمناه في الدنيا وريح بالي ويسر لي امري. الدعاء ده حلو جدا. كمان هقول لكم على دعاء تاني: قضى الله حاجتكم. لو انتوا عليكم ديون ونفسكم تسدوها خليكم على الدعاء ده لمده كام يوم. الدعاء حلو جدا وفيه راحه نفسيه. رددوا معايا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. تمام كده. أعراض الصحة: أول حاجة صداع متنقل، عدم التركيز، عدم الاهتمام بأي حاجة، نفور في العلاقة العاطفية وبينكم وما بين الشريك، رعشة في القلب وضربات القلب سريعة، مشاكل صحية على طول، تساقط شعر، ألم في الجسم من غير أي سبب، مفيش توفيق في حياتكم، كسل رهيب، نفور في حاجات كتير، حبيتوا الوحدة والعزلة، ألم في المفاصل، ألم في الركبة، ألم في الظهر، حتى وقت فرحكم بيحصل حزن، عدم حاجات كتيرة جدا في حياتكم، ضعف الشهية وحاجات كتير وأعراض كتير. طيب علاجه ايه؟ هقول لكم على علاج بسيط تقدروا تعملوه في البيت. أول حاجة هتجيبوا كوباية مية وهتقروا عليها آية سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 3 مرات، المعاذتين 3 مرات، هتعملوها 3 مرات يوميا وتشربوها الصبح العصر الليل 3 مرات يوميا. تاني وصفة معانا كوباية زيت زيتون وهنقرأ عليها سورة الفاتحة، آية سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 3 مرات، المعاذتين 3 مرات، وتمسحوا بها الجسم كامل متكامل مرتين يوميا لمدة أسبوع، هتحسوا بالفرق والنتيجة بنفسكم. يلا بينا مواليد برج الثور نشوف فنجانك ونشوف طاقتك ايه. بسم الله ما شاء الله. الثور في دوامة، الثور في دوامة، الثور كل ما يطلع من الدوامة اللي هو فيها بيدخل فيها تاني من غير أي سبب وما بيعرفش إيه يتصرف الأيام دي. الثور معمل له سحر عراقيل، سحر مطبات في حياته، سحر مش عارف يطلع منه ولا عارف يعمل إيه. خسرت ناس كتيرة جدا يا ثور، أنت خسرت ناس كتيرة جدا ومش عارف حاليا تعمل إيه. دايما اقول لك ان انت عندك كذا بومه في حياتك، البومات دي عامله لك مشاكل كتيره جدا جدا، والدوامه اللي انت فيها دي عامله لك عصبيه وعامله لك وجع في معدتك، عصبيتك بقت زايده اليومين دول، زعلت بينك وما بين ناس وحصل صلح او هيحصل صلح باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. احب اقول لك كمان يا ثور ان انت عندك بدايه جديده وبدايه حلوه جدا، عندك موضوع قلقان فيه وعايز تحله، بس انا شايفه ان الموضوع ده جايب لك طاقه سلبيه وجايب لك تفكير زايد ومش عارف تتخلص منه. ليه حاسس نفسك تعبان وحاسس نفسك مضغوط؟ حاسس نفسك تعبان وحاسس نفسك مضغوط من بعض الامور اللي في حياتك. وشايفه كمان يا برج الثور انت هنا عندك مواجهات كتيره جدا جدا، بلاش تدخل نفسك فيها علشان ما تطلعش خسران. عندك سفر يا ثور وعندك تحقيق امنيه باذن الله، وشايفه لك كمان توقيع ورقه من بدري عالقه في المحاكم، وشايفه ان انت عندك دخول محكمه وعندك نجاح باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. انت هنا منتظر خبر يغير حياتك او منتظر حمل، او جوه قلبك لهفه واشتياق، والله اعلم يا برج الثور، بس انا شايفه لك هنا لهفه واشتياق جوه حياتك وجوه قلبك. هنا انت عملت عمليه يا ثور او ناوي تعمل عمليه، الله اعلم. شايفه كمان ان انت هنا عندك كان عندك تعرف على حد من السوشيال ميديا واكتشفت حقيقته، او حصل نفور وحصل انفصال من غير اي سبب، وبيقوم نفسك ترجع الموضوع تاني انت يا برج الثور، وحاليا مش عارف وحياتك متوقفه. عندك حرف الام يا برج الثور وحرف الالف في حياتك، وشايفه لك كمان حرف العين. عندك طفل تعبان يا برج الثور انت، وبيشتكي من الم في جسمه.
شايفه لك كمان يا تور، انت هنا عندك عين قويه وصايباه، وعندك ست خبيثه الشكل واللون، وقلتها لك المره اللي فاتت بتجدد لك طاقه السلبيه وطاقه السحر، عندك سحر بيتجدد لدرجه ان انت بتيجي في اواخر الشهر او اول الشهر وتلاقي نفسك مش طايق الشريك، وعندك نفور وعندك مشاكل غير طبيعيه ومش قادر تستحملها. شايفه لك كمان انت لازم توفي بالندر اللي عليك خلال الايام اللي جايه من كتر الوجع اللي انت عشت فيه، اتوجعت من اقرب الناس ليك. انت يا برج الثور اقرب الناس ليك هم اذوك وكسروا نفسك، حصل عندك سرقه او فلوسك ضاعت ومش عارف ضاعت ازاي، كان عندك اتنين صحاب خانوك وغدروا بيك وعملوا مشاكل بينك وبين الشريك كتيره جدا، عندك صداع متنقل وعندك نفور في حياتك بالكامل، ما بقتش مهتمه حتى بشكلك، عندك الم في المفاصل، الم في الركبه، زرت الطبيب كتير وبتاخد علاج ومفيش فايده، ظهرك انحنى من كتر المشاكل والتعب ومن كتر الضغوطات اللي عليك، بس ما تقلقش واخيرا هتصفي حساباتك وهترتاح وهيبقى عندك استقرار عاطفي او ماديا. انا شايفه ان هنا انت دايما حيران ودايما بتفتش وبتدور على جزء الامان اللي يكون موجود في حياتك، وده عشان انت عشت تجارب سيئه كتيره جدا في حياتك عملت لك توتر وعملت لك مشاكل انت فاستغني عنها. فانا شايفه لك ان انت باذن الله الفتره اللي جايه هتعتمد على نفسك وهتقف على ارض صلبه باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، هتقف على ارض صلبه وهتدور على جزء الامان اللي انت محتاج تدور عليه، وهتبقى عندك امور حلوه جدا فيها راحه نفسيه. العراقات اللي انت عديتها دي او ناوي تعديها بعد 5 ايام هيكون عندك مواجهه وهيكون عندك مكالمه مهمه، 5 ايام بالظبط هيكون مكالمه وهيكون مواجهه مهمه، المواجهه دي انت هتقول كل اللي عندك، شوف انت متضايق من مين وزعلان من مين، انت هيكون عندك وقت ان انت تحكي كل اللي انت عايزه. انت بيحصل نفور بينك وبين الشريك بسبب كره البرود، انت بتكره البرود وما بتحبش حد يستفزك، ودايما الشريك بيبقى بيستفزك ودايما بتحس ان هو حاسس ان هو جاي عليك شويه. برج الثور انت شايفه لك كمان انت منتظر ورقه او منتظر رحله او منتظر سفر الله اعلم، شايفه كمان ان جواك لهفه اشتياق لاطفال او لهفه لاهل، عندك مريض عندك مسجون، كله ده باذن الله ربك هيفك كربه وهتطلع وهتطلع الى جزء الامان الفتره اللي جايه بفضل ربنا سبحانه الله تعالى. فتاة التور ما تدققيش دايما على دق التفاصيل علشان بتطلعي بنتيجه بتجيب لك طاقه سلبيه، بتطلعي النتيجه على حسب على حسب احساسك وعلى حسب تفاصيلك، وده بيخليك تعيشي في توتر وفي انقلابات مزاجيه، وده بيخليك دايما متضايقه ودايما حيرانه من بعض الامور اللي في حياتك فيها لخبطه وفيها توتر. حصل عندك فشل عاطفي اكتر من مره، بس شايفه ان انت عندك الحوت، والحوت ده هيجيب لك اخبار ساره، بس انت تتفائلي بالخير، شيلي كلمه انا منحوسه وانا نحس دي من بالك، المشكله اللي ملخبطه حياتك اللي انت فكرت فيها ليكي وقت طويل طالعه منها بحلين، حل حاسه ان هو هيجي على كرامتك، والحل الثاني خايفه ان هو ياذيكي في المستقبل، وكانك واقفه بين همين او بين اختيارين. انت يا فتاه التور القلق والحيره اللي عندك ده اطلعي منه وارميه ورا ظهرك وبلاش تفكري فيه كتير، عندك نصر وعندك سعادة بفضل ربنا. نشوف فنجانك بيقول ايه يا فتاة التور يا راجل التور. برج التور بلاش تدخل شخص او طرف تاني في حياتكم العاطفية، بلاش تدخلوا حد في حياتكم العاطفية، انتوا هنا مقدمين على شغل جديد او مقدمين على وظيفة جديدة الله اعلم، شايفة انه خلال ايام معدودة هيتفتح ليكم ابواب الرزق وابواب السعادة. انت يا برج التور ما عدتش تبص على وراك تاني، هتبص على قدامك بس، علشان كل اللي ظلمك وكسر نفسك صدقني هيجي لك وهيطلب منك السماح وهيبقى عايز ان هو يرجع الامور تاني. فانا شايفه لك ترقيه حلوه وشايفه لك رحله حلوه، التشتت والحزن اللي انت فيه ده صدقني هتطلع منه وهتدخل جواك طاقه ايجابيه، انت فكرت جديد ان فكرت كتير جدا ان انت تطور من نفسك وقررت على الموضوع اللي هو شاغل بالك اللي هو هيكون اختيارك صح باذن الله. بلاش ان انت تتسرع علشان ما تندمش، ركز جدا على سبب نجاحك في الحياه، بلاش التشتت وبلاش الحاجات اللي جايبه لك وجع راس وقلق، مهما يكون الحاجات اللي جايبه لك وجع راس وقلق ابعد عنها، الناس اللي خانتك وغدرت بيك ده هيحاولوا ان هم يقربوا منك الفتره اللي جايه، خلي بالك وانتبه. انتوا دايما بتفكروا في ادق التفاصيل يا برج التور،
انتوا بتحبوا حد دايما بتفكروا فيه ودايما بتدوه كل اهتماماتكم، دايما بتهتموا بحد هو مش مهتم بيكم، بس شايفة ان انتوا كمان يا برج التور عندك تغيير لسكن او لعمل، وعندك انتصار بقضية في محكمة كانت صعبة ليها سنين وسنين، وعندك اموال قادمة باذن الله وتعويضات عندك او جزء من ظلمك، جزء من ظلمك، عندك رجوع الثقة بالنفس تاني وفرحة وترقية باذن الله، وسفر مع رحلة مع اصدقائك او مع شريك او مع الاهل الله اعلم. وشايفة كمان ان انت الفترة اللي فاتت وقعت او هتقع وهيبقى عندك مساعدة من اشخاص حلوين جدا، هيبقى عندك تعويض من ربنا باذن الله، وهيبقى عندك شخص هيجيلك وهيبقى نادم ان هو سابك، وهيبقى حابب ان هو يبدأ معاك صفحة جديدة وحابب ان يقولك خلاص انسى اللي فات. وممكن كمان يكون رجوع للمنفصلين والمطلقات، وهيبقى عندكم رجوع اطفال وكمان اخذان حق باذن الله. الاختلافات اللي بتحصل بين الشريكين دي دايما بتحصل في كل بيت، بلاش تستسلموا ابدا يا برج التور علشان خاطر دايما الناس عايزه خسارتكم، الضاحيه بلاش تروحوا انتوا ضحيه ناس ملهاش اي لازمه، ما تقبلوش ابدا الخسائر، دايما غمضوا ودايما غصوا ودايما كملوا، دايما خلي طموحاتكم عاليه، احلموا 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 وحققوا. عندك رزق وفير وفرحه كبيره هتدق على ابوابك، انت دعيت ربنا ورجيت وربنا باذن الله استجاب دعوتك وهيفرحك الايام اللي جايه باذن الله. بلاش تشيل الهم وتشيل الحزن، انت لو عرفت التعويض اللي ربنا كاتبه لك صدقني هيبقى عندك امور عكس ما انت تتوقع نهائيا. الغموض اللي في حياتك من بعض الناس ده هتكتشف حقيقتهم، انت اكتشفت حقيقه اهلك او حقيقه اصدقائك او حقيقه شريكه حياتك، اقرب الناس ليك هم اللي خانوك وهم اللي ظلموك وهم اللي اكلوا حقك. قلبك مكسور وفي نغزه جواك انت يا برج الثور، قلبك مكسور وعندك نغزه، بتفهم الناس من لغه عيونها، انت يا برج الثور بتفهم الناس من لغه عيونها، يعني لو حد بيتكلم معاك بتفهم المخادع والظالم، وكمان بتفهم الناس اللي ممكن بتخطط لك على شكل مش كويس. انت يا برج الثور صبور جدا صبور جدا، وبتستحمل حاجات محدش يستحملها في الدنيا، شخصيتك محترمه جدا ودايما بتحترم الاخرين ودايما ما بتتكلمش كتير، بتسمع اكتر ما بتتكلم انت يا برج الثور. شايفة كمان ان انت عندك تحقيق حلم، تحقيق حلم بإذن الله من زمان بتحلمه. انت لما بتيجي تزعل او بتيجي تعيط بتقفل على نفسك مليون باب، وما بتحبش حد يشوف دموعك ابدا ابدا، كرامتك فوق اي شيء عندك، عزة نفسك قوية لدرجة ان انت ممكن تخفي اي حاجة عن الاخرين، دايما بتكون سند للجميع بس ما بتلاقيش حد يسندك ولا حد يفهمك ولا يهتم بيك، دايما بتضحك للاخرين وبمبتسم ودايما بتديهم ودايما بتتكلم معاهم بس ما بتلاقيش حد جنبك وقت ما انت بتكون محتاج. العين والحسد والسحر جايبه لنفسك، وده بسبب ان انت مصاب بعين واحدة ست هي عايزة تبقى قريبة منك وعايزة تعمل معاك علاقات كتير يا راجل التور، خلي بالك وانتبه. فتاة التور كوني حذرة من فتاة صاحبتي، كوني حذرة من فتاة صاحبة ليكي، شعرها طويل وكمان ممكن يكون شعرها داخل على بني او عسل. طيب ايه من وقت للتاني بتحس ان انتوا نفسكم مش قادرين تاخدوه وعندكم ضيق او خنقه ومش عارفين تاخدوا اي قرارات في حياتكم، لدرجه انه بتحسوا ان العين صايباكم، ضيق في التنفس، فقدان في الشهيه، حاسين بالكسل والخمول والحزن، الم تقل، احلام مزعجه، الم في المفاصل، الم في الراس، تشوش في عدم اتخاذ القرار، دايما عصبيين ومش عارفين تعملوا ايه. دايما انتوا يا برج التور بتقفوا مع كل الناس وما بتعرفوش تكسفوا حد ولا تمشوا حد زعلان او محتاج، ما تعرفوش تشوفوا حد ضعيف ومش عارفين تساعدوه. فتاة التور قررت ان هي تعتمد على نفسها وبدأت ان هي لما هي وقعت الفترة اللي فاتت قامت تاني، وبدأت ان هي تعتمد على نفسها وان هي مفيش حاجة تشغلها، هي دايما انيقة ودايما عفيفة في حياتها، بتكره النفاق والغرور والتكبر وبتحب الناس تكون بسيطة في حياتها.
شايفه كمان ان هي بتكره الكذب جدا وما بتحبش اي حد يكذب عليها، ممكن تخسر اي حد بسبب ان هو ضاع بسبب ان هو كذب عليها. برج الثور حقه ضاع، زعلان وحزين على حقه اللي ضاع في يوم من الايام ومعرفش ان هو يرجعه. بتعيش انت برج الثور الفتره دي تقلبات مزاجيه من بعض للتاني، حاسس ان حياتك مثل البركان مش عارف تعمل ايه. بقيت هادي الايام دي، بقيت مش عارف اي حاجه في اي حاجه، كل اللي انت عارفه ان انت بقيت عايش هادي وساكت لحد ما نفسيتك تتظبط الايام اللي جايه. الحسد حاول تعالجه، والعين ده حاول ان انت تبعد عنها، وحاول ان انت تحصن نفسك اول باول، وتخلي بالك دايما في ناس حواليك بيكرهوك وبيراقبوك وعايزين سقوطك، عايزين سقوطك. عندك تغيير جذري الفترة اللي جاية بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. انت يا برج الثور دايما، انت يا برج الثور بتمر بمراحل صعبة، بتمر بمراحل صعبة. دخلت مع ناس شراكة وطلعت خسران. اللي مزعلك دايما انت يا برج الثور ان ناس كتيرة جدا صدمتك وخدت محبتك وهي ما كانتش تستاهل، ولا تستاهل محبتك ولا جدعنتك ولا اي حاجة منك. اللي مزعلك هي طيبة قلبك وجدعنتك ان انت كنت معاهم جدع وطيب. اللي مزعلك تربيتك النظيفة ومعدنك اللي انت كنت دايما بتعتبرهم سبب في ازماتك في حياتك. اللي مزعلتك ثقتك ان انت وثقت في الناس ما كانوش قد العشم ابدا. لازم تفهم يا برج الثور ان انت محسود وان انت عليك عين، لدرجة ان انت من وقت للتاني بتشعر بعدم الرغبة في اي حاجة، بتشعر بعدم الرغبة في اي حاجة. خلي بالك في غدر بيحوم حواليك بقاله مدة من اقرب الناس ليك، خلي جهز ردة فعلك علشان تعرف ترد على الناس اللي هي بتأذيك. عندك سفر قريب بإذن الله، في انتظارك مفاجأة وأخبار سرة وستبقى سعيدة. انت ليك فترة كبيرة جدا منتظر أوراق إدارية تخلص في المحكمة، بإذن الله هتخلص وهيبقى عندك تيسير الأمور وهيبقى عندك تحسن الأوضاع مع الأيام اللي جاية بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. الفترة دي يا برج الثور انت هتبقى زي الشمعة اللي هي ممكن تحرق اي حد من اي حد هيقف في طريقها، اي حد هيقف في طريقك الفترة دي هتبقى زي الشمعة، ممكن نار تحرق اي حد لو حد فكر في يوم من الايام يأذيك او ان هو يأذيك او يعمل لك اي حاجة في حياتك. انا شايفه لك تغيير جذري وشايفه لك نجاح في حياتك باذن الله بفضل ربنا. السرقه اللي حصلت دي هيكون عندك تعويض. الصحاب اللي غدروا بيك واللي ظلموك صدقني ربنا هيعوضك خير. لمه الاطفال والاشتياق صدقني ربنا باذن الله هيجمعك. انت يا برج الثور الفتره اللي فاتت كنت موجود في مكان وسمعت كلام كسر نفسك او سمعت كلام اصابك بالهم والحزن، كلام جرحك من جواك بس ما بينتش. هيبقى عندك مواجهه بينك وما بين الشريك الفتره اللي جايه باذن الله. انت من كتر الطعنات اللي انت خدتها في قلبك دي عامله لك صدمه نفسيه، عامله لك صدمه نفسيه ومش عارف تطلع منها. اتمنى لك الخير والسعاده والرزق والتفاؤل والهنا وكل ما هو جميل باذن الله. اللهم امين يا رب العالمين. يا مواليد برج الثور تحياتي ليه. ما تنساش طبعا تدعمني باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلي فيه على الحبيب، وتقول لي رايك في القراءه الجديده باذن الله، وانزل لك دايما توقعات جميله وباذن الله تغيير جذري لحياه برج الثور.